قبل أسابيع عن انطلاق الموعد القاري المنتظر. ها هو هاجس الإصابات ونقص المنافسة يطارد دفاع المنتخب الوطني ويشكل مخاوفا للناخب جمال بالماضي. يعرف دفاع المنتخب الوطني إصابة بعض الركائز الأساسية في صورة ماندي الذي تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل في مواجهة الموزمبيق تسببت في إخراجه من المستطيل الأخضر وأثارت الشكوك حول جاهزية محور الدفاع للمشاركة في كان كوت ديفوار. الظهير الأيسر للخضر رايان أيتنوري هو الآخر أصيب في مباراة فريقه ويلفرهامبتون أمام فولهام ما أدى إلى خروجه مبكرا من الملعب بداعي الإصابة. يعني سو ريزورب لو طونك سي بروحهم سي بريبار يرفعن لور فورس لور ايطا فيزيك هذا يطلب وقت كبير دونك هادو يعني ما نتكلوش عليهم. اما فيما يخص يعني بليسير هكذا ايجاري تو بينيسيتي دو سومان دو سومان سي ريكيبيراب سي ريكيبيراب دونك يقدروا يوليو المنافسه قريب. من جهته يتواصل غياب المدافعان العروسي وأحمد طوبى عن المنافسة لأزيد من شهر مع أنديتهما، فيما يعاني الظهير الأيمن للمنتخب الوطني يوسف عطال الأمرين بعد دعمه لفلسطين واستبعاده من ناديه نيس ومحاكمته من قبل القضاء الفرنسي يوم 18 ديسمبر المقبل. أولاً بفاتة أنا كان قبل المقابلة اللي كانت في موزمبيق كان تقريباً الأحسن كنا رباعي لي لازم عندنا مدة ما لقيناش رباعي بنفس المستوى كما تاع عطال التباينين ماندي وكما قلنا راين أيتنوري، ولكن الإصابة تاع ماندي الأولى نظن اللي أثر كثير لأنه ماندي كما تعرفي واش ما يعرفش الجميع أنه بداية الهزم تاع المنتخب الوطني الجزائري تبدا من عدنان أثر أكثر الأحيان. من جهة ثانية نظن اللي المنافسة للعطال ماشي أثر كثير ولكن من الناحية النفسية راح بداية تحسن وحتى المستوى تاعه من المنتخب الوطني راح ممتاز جدا ان شاء الله. فرق متاثرش نفسيا فقط ولكن المستوى تاعو راه لا باس به. اصابه أيتنوري كما يقول في شهر 4 اسابيع ان شاء الله يريكيبيري قبل باسكو لما يمدوا 3 الى 4 اسابيع هذه اقصى مده معناتها من قبل يريكيبيري ما بين شهر ما بين اسبوعين حتى اسبوعين ونصف. أحداث من شأنها أن تؤثر بنسبة كبيرة في الخط الخلفي للمنتخب وتحدث تغييرات في قائمة بالماضي المشاركة في الكان. نشوف بالعيد كأول وكان بالعمل كثاني كان بالعيد كأول خيار لأن عنده منافسة إفريقية لعبها العام الماضي. هذا العام تقريبا راه يلعب في المقابلة الثانية. أما بالعامرين نقول هذا العام برك اللي بدا يرجع في المنافسة ويرجع من المستوى تاعه. وحتى أنا ممكن أستبعد أنهم يكونوا مع المنتخب. ورغم قلة الخيارات يبقى الناخب الوطني جمال بالماضي أمام حتمية معالجة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لحدوث أي طارئ. صحيح في الدفاع ما كانش لاعبين قدام كاين ضبعة لكن المستوى ماهوش كبير حيقل تاع جوبوس الداخل. أنا قلت بالعيد ولا بالعمري لاعبين عندهم خبرة إفريقية ولعبوا الأول لعب في فريق إفريقيا والثاني لعب في منتخب وعنده خبرة قلت إذا كانوا واجدين. فما هي الحلول التي سيتخذها بالماضي وهل ستعرف تشكيلة المحاربين استدعاء مدافعين من البطولة المحلية في صورة بالعيد وعودة بالعمري خاصة بعد قرار الكاف لاستدعاء 27 لاعبا بدل 23؟ ديزاد نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.